لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. سيطرنا على معظم اوقات المباراه، لحقنا اكثر من الفرصه. النهارده مروان بياكد في هدف كويس نصر ماهر، يمكن اول هدف ليه مع النادي الاهلي، دي برضه من الايجابيات. لكن انا كنت بطمع ان كنا نزود عدد الاهداف بتاعتنا، خصوصا على مدار الشوط الاول والشوط الثاني لحقنا فرص، حتى التغييرات زي ميدو جابر جات له يمكن اكثر من فرصه، ونصر ماهر مروان محسن في الشوط الاول كان في حمودي، يعني عايزين اكتر. لكن الحمد لله بقول خطوه كويسه، لسه في 90 دقيقه هناك في اثيوبيا في صبابه مهمين جدا، لكن بدايه الخطوه الافريقيا خلاص، وبنبدا نفكر في الدوري. عندنا مباراه مضغوطه على طول يوم الاثنين مع نجوم المستقبل، اتمنى ان شاء الله ان احنا يشيلنا ناس من المصابين على اساس ان احنا نبدا نعمل روتيشن على لعبتنا، نلعب جمعه وبعدين اثنين وجمعه تاني. انا اتمنى ان شاء الله ان بكره وبعد ان شاء الله تخش لنا حد من المصابين على اساس ان احنا نبدا نقوي او نبدا ندعم ان شاء الله. شكرا. نفس الفرصة، لكن اللي انا عايز اقوله
المدرب لما بيجي لي فرص معناها ان اللعيبه دي بتتحرك صح، ومعناها اللعيبه دي جريئه وبتروح على الجول. ان شاء الله استغل الحته الثانيه مساله الصفه على اساس ان يقدر يستغل الفرص. بالنسبه لوليد سليمان، وليد طبعا فتره كبيره بيلعب، يمكن واخد كثافه ماتشات عاليه. اللي انا عايز اكده ان هو برضه عنده بعض الشكاوي شويه من رجليه، وبالتالي بحاول ان انا يعني اريحه على اساس ان يعني زي ما تقول بيتعالج، هو بيتعالج وبيعمل اجراءات علاجيه، بس من خلال برضه ان هو موجود معانا، من خلال هو موجود معانا. لكن لما بلاقي فرصه ان انا اقدر اريحه على اساس ان يبدا يمشي خطوات علاجه كويس، بستغل الفرصه. شكرا للزميل الكريم احمد، وده كان جزء من المؤتمر الصحفي بعد المباراه. شفنا محمد يوسف بيتكلم عن هذه المباراه. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه.